أعطيكم العافية. إن شاء الله هحل السؤال هذا، تمام، اللي هو سؤال آخر سؤال في الستايل اللي قلت هحله فيديو. السؤال يا شباب، زي ما انتم شايفين في عندي تو فورسز، هذول التو فورسز هذول التو فورسز اللي هم اف واحد بتساوي 100 باوند، اذا ممكن ترجعوا للرسم يكون عندكم اوضح في السلايد، واف 2 بتساوي 81 باوند، تمام كويس، واف 1 رايحه من وهن تنتين موجات عند النقطه سي زي ما انت شايف هنا، ومتجهات واحده للنقطه اي وواحده للنقطه ايش واحده للنقطه بي، فهو بده قيمه الماجنتيود او بده الماجنتيود اند كوردينيت دايركشن انجلز اوف ذا ريزلتنت فورس، يعني بدك تجيب الريزلتنت. وقلنا شباب عشان نجيب الريزلتنت نطلع اي فورس ما ينفعش نروح نجمع التو فورس، نقول ما ينفعش نقول اف 1 او اف ار بتساوي اف 1 زائد اف 2 مباشره، يعني ما ينفعش نقول 100 زائد 81 لانه كل واحده جايه في اتجاه، متى بنجمعهم مع بعض لما يكونوا الثنتين نفسين جايين في نفس مين على نفس الخط، جايين على نفس الخط، تمام، حتى لو كان عكس اتجاه بعض بنقدر نجمعهم زي ما شفنا، تمام، بس هنا ما بنقدرش، فلازم نحلل الفورس اف 1 في الاكس في الواي في الزد، والفورس اف 2 في الاكس في الواي في الزد. وقلنا يا شباب في عندنا ثلاث طرق للتحليل، الطريقه الاولى اللي هي كانت اسهل طريقه اللي هي الفا وبيتا وجاما، اذا اداني الزوايا مع البوزيتيف اكس اكسس والبوزيتيف واي اكسس والبوزيتيف زد اكسس اللي هم الالفا والبيتا والجاما، بصير التحليل سهل مباشره جدا، ممكن احل سؤال عليه، تمام، برضه فيديو، بس خلينا نخلص هذا في الاول، تمام. الطريقه الثانيه اللي هو يديني اسقاط وزوايا، تمام، والطريقه الثالثه اللي يديني ايش تو بوينتس على كل فورسز على الفورس، تمام، على ايش على الفورس. فهنا حنلاقي الطريقه الثالثه اللي هو فينا تو بوينتس على كل، انتم مشكلة على كل فورسز، مشكلتكم هنا في السؤال انا متاكد انها في ايجاد ايش لاحداثيات النقاط، وهذا الموضوع سهل جدا. خليني ابدا باسهل احداثي، اسهل احداثي النقطه مين هي؟ النقطه سي، النقطة ايش؟ سي. خلينا نشوف النقطة سي ايش احداثياتها. نيجي على النقطة سي، هاي ال 000 شايفينها هذا شباب ال 000. النقطة سي كم ماشية في الاكس؟ ماشية صفر. كم ماشية في الواي؟ صفر، إذا حنقول صفر في الاكس وصفر في الواي. كم ماشية في الزد لو طلعت على لها؟ مرتفعة ماشية في الزد أربعة، بس الأربعة وين؟ بالبوزيتيف. شوف يا شباب لو كانت نازلة تحت هنا الفورس بالعكس هيك عكس البوزيتيف، ايش عرفني إنه بوزيتيف؟ وين مكتوب اسم المحور؟ هذا مكتوب زد، فمعنى الكلام هاي الاتجاه البوزيتيف، هنا مكتوب واي، فمعنى الكلام هاي الاتجاه البوزيتيف تاع الواي، هنا مكتوب اكس، فهنا الاتجاه البوزيتيف، حيكون هنا عكسه النيجاتيف، هنا عكسه النيجاتيف، وهنا ايش؟ عكسه ايش؟ النيجاتيف، فهذه عبارة عن صفر وصفر وصفر وأربعة في مين؟ في الواي، فخلصنا من النقطة سي. نيجي على النقطة مين؟ النقطة بي، خلينا نخلي ايه للآخر. النقطة بي. النقطة بي، شوف يا شباب، هاي النقطة بي هاي مكانها. تمام؟ كم في الاكس اكسس؟ هو المحور اكس اكسس، كم ماشي في الاكس اكسس؟ بقول لي ماشي هي، مديني اياها ماشي كم؟ اربعه، وقاعد هي اربعه في الاكس اكسس بوزيتيف. كم ماشي في الواي اكسس؟ ماشي سبعه، حتلاقي من هلا هنا الرسمه ايش مالها؟ عباره عن سبعه، بس السبعه ايش مالها؟ عكس البوزيتيف، اذا هي ايش؟ عباره عن نيجاتيف. طب كم ماشي في الزد؟ هي جايه في الاكس واي بلين، اذا في الزد كم؟ لا نازله ولا طالعه، جايه في المستوى نفسه، تمام؟ هذا 3 دي يا شباب، تتخيلوا، فمع الكلام منها ايش؟ عباره عن صفر. طيب نيجي لمين؟ للنقطه ايه؟ النقطة A كم في الإكس؟ هاي نيجي بنكمل المستطيل تاع النقطة A، هاي كملوا كده، تمام؟ وين المحور؟ إكس، هاي المحور، يعني ماشية من هنا لهنا في الإكس، كم المسافة هذه من هنا لهنا؟ اللي هي نفسها هذه من هنا لهنا، هذا الطول هو نفسه هذا الطول، تمام؟ لأنه هذا عبارة عن مستطيل، تمام؟ فهذه المسافة يا شباب، هاي عندي زاوية 40 وعندي إيش أنا؟ وعندي 3 الوتر، وهذه الزاوية 90، هذه الزاوية إيش مالها؟ 90، فبنيجي بنقول كوزاين ال 40 او ساين ال 40 بتساوي المقابل على الوتر، تعال قول هنا ساين، هيا ساين ال 40 تاع الزاويه بتساوي المقابل اللي هو بدي اللي هو الطول في الاكس بتساوي اكس على 3، اذا اكس تساوي 3 ساين ال 40، بس ايش 3 ساين ال 40 ايش مالها؟ سالب، ليش سالب 3 ساين 40؟ لان هي رايحه في النيجاتيف اكس اكسس، فبتيجي تقول سالب 3 ساين ال 40. طيب كذلك في مين؟ في الواي، هاي المسافة تاعتها في الواي، بس ليش جايب بوزيتيف هنا؟ فهذه نفس المسافة هاد. كوزاين ال 40 بيساوي المجاور على الوتر، نفس الكلام، هي كوزاين ال 40 بيساوي المجاور اللي هو واي على الوتر 3، إذا الواي بيساوي 3 كوزاين ال 40، 3 كوزاين ال 40 في مين؟ بالموجب، 3 كوزاين ال 40 في ايش؟ في الموجب. في الزد لأنها جاية في المستوى تاع الإكس واي، فهي عبارة عن صفر في مين؟ في الزد. فهي الإحداثيات. إذا أنت جبت الإحداثيات باقي السؤال إيش ماله حيصير؟ إيش ماله؟ سهل. فما عليك
هلقيت انا شباب مش حقدر ممكن اقعد اضرب واجمع واطرح ليكم، بس بدي منكم شغله يعني سهله، خليني اشتغل للفورس اف 2 وانت تشتغل لمين؟ لاف 1 وبتجمعهم بعد كده. تمام، هاي الفورس اف 2، اف 2 يا شباب اكيد حساوي اف 2 اكس في اتجاه الاي زائد اف 2 واي في اتجاه الجي زائد اف 2 زد في اتجاه مين؟ الكي. تمام كويس. فبنيجي بدنا نجيب هنا يا شباب الاف 2 واصله من سي لبي، يعني نجيب حاجه اسمها ار سي بي. ايش ار سي بي؟ بيساوي بي ناقص سي. تمام، زي ما تعلمنا يا شباب هذا متجه الموضع بي ناقص سي. 4 ناقص 0 اذا 4 اي، سالب 7 ناقص 0 اذا سالب 7 جي، 0 ناقص 4 ناقص 4 في مين؟ في الكي. فهي ار سي بي از فيكتور. طب ار سي بي از ماجنيتيود، هاي ار سي بي كماجنيتيود تحطهم تحت الجذر، حتصير عندك 16 اللي هي الاربع تربيع زائد 49 اللي هي 7 تربيع زائد 16. تمام، لو جمعتهم هذول 32 49 32 بيطلع اعتقد 81 32 30 و 49 79 و 2 81. اذا جذر ال 81 حيطلع عندك ماله 9، حيطلع قيمته ايش ماله 9. ما عليك الا تجيب اليو سي بي اللي هي حتساوي ار سي بي از فيكتور على ار سي بي از ماجنيتيود، ار سي بي كفيكتور على ار سي بي كماجنيتيود. فهذه حتساوي 1 على 9، خليها لبرا، في 4 اي ناقص 7 جي ناقص 4 كي. وهذا شوف هو مختصره في المساله، في مختصره في الحل، عندكم حتلاقيه مالوش مختصره في ايش؟ في الحل. تمام كويس. طيب الحين بيطلع لنا مين؟ اف سي بي. اذا اف سي بي حساوي يو سي بي مضروب في الاف سي بي. كم قيمه الاف سي بي؟ اي 81، واليو سي بي هي على 9 في الاربعة اللي هي هاد. تمام، هي هذه هان ناقص 7 جي ناقص 4 كي ناقص 4 ايش كي. تمام، هيك شباب بكون قيمه جي بقيمه مين؟ الاف سي بي. يعطيكم العافيه.